يا كابتن اسلام، انا معايا نجم المباراه ونجم منتخبنا الوطني كابتن. طبعا كابتن اسلام الشاطر معانا. سلم عليك يا حبيبي يا كابتن اسلام. حبيبي مبروك يا مروان، يمكن اداء رائع جدا. كل الناس النهارده اشاده بمروان. الفتره اللي فاتت كان علينا ضغط كبير جدا وتلاحم مباراه كبير، لكن شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء والتضحيات الكبيره بانت النهارده. مروان الف مبروك النهارده المباراه. الحمد لله، طبعا اللعيبه كلها رجاله، واحنا كنا مركزين النهارده على المكسب طبعا، ما فيش هزار، كنا مركزين جدا الماتش ده الحمد لله، وان شاء الله نقدم الفتره الجايه يبقى احسن واحسن باذن الله. الحمد لله، الحمد لله على الهدفين بمجهود زمايلي كلهم، وان شاء الله اللي جاي لنا يبقى احسن باذن الله ان شاء الله. يمكن مروان بيركز في التدريب بشكل كبير جدا، عنده يمكن اصرار وقوه كبيره جدا. سر هذا التركيز وسر الاداء المميز اللي مع مروان محسن خلال الفتره اللي فاتت ايه؟ هو مش مروان بس، يعني هو اللعيبه كلها، اي حد موجود في النادي الاهلي ده طبيعي اللي هو بيشتغل كده الحمد لله، وانا الحمد لله بركز، ما ماليش دعوه باي حاجه بتتقال، اللي بيفتي اي حد بيفتي ما بيفتيش، فانا مركز في اي حاجه، وان شاء الله النادي الاهلي هيبقى في حته كويسه ان شاء الله الفتره الجايه. النادي الاهلي كان كلمه السر النهارده يا كابتن مروان، اداء وتشجيع وتحفيز لكل اللعيبه، بتشوف حضور الجماهير رغم 15000 لكن كان لهم تاثير كبير جدا. صراحه في التسخين واحد بيسخن تحس ان هو عايز يعني ياكل النجيله، فالحمد لله النهارده الجماهير دي بنشكرها اللي موجوده، ودايما ان شاء الله يبقى معانا باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله. الاخير لكل اللعيبه للاستمرار على الاداء ده، كان واحد من نجوم منتخبنا الوطني والنادي الاهلي. كابتن مروان تقول كل اللعيبه بعد هذه المباراه؟ لا انا بشكر اللعيبه ان شاء الله، وعندنا اكتر من كده ان شاء الله باذن الفتره الجايه باذن الله، عندنا راحه باذن الله، ونركز ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. حبيبي الله يبارك فيك، ربنا يخليك. بنشكر نجوم النادي الاهلي كابتن مروان، كابتن شناوي، كابتن سعيد عبد الحفيظ، كابتن محمد يوسف، الجميع بصراحه. كابتن اسلام اداء مميز وتحضير كان اكثر من رائع، مبروك للنادي الاهلي. تم غلق هذه الصفحه بالكامل بعد الخروج من استاد برج العرب، لسه المشوار طويل في البطوله الافريقيه، ولسه ايضا كمان النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا في بطوله الدوري العام، لكن نطاقات الانفاس بسيط جدا خلال الايام القادمه، يمكن 3 ايام او 48 ساعه هتكون راحه لفريق النادي الاهلي، ومن بعدها يبدا الاستعداد الخاص لبطوله الدوري العام. بنبارك ليك يا كابتن اسلام، بنبارك لنجوم الاستوديو التحليلي، بنبارك لجمهور النادي الاهلي اللي كان ليه النهارده بالفعل كلمه السر ومفعول السحر ايضا كمان لهذه المباراه. بكده يمكن تكون انتهت كواليسنا بلقاء مروان محسن، كل اللعيبه خلاص متوجهه الى الحافله استعداد